كل استغلال يا استاذ قادر. غادي يكون سعاده البشر في هذه المساله ديال هذا السوق ديال البويتات. ودابا راه تبعيد عليا خلينا نصوروا لك صور اجي عاونهم باش كتعاونهم انا كنعاون باش كتعاونهم حتى لدابا راه كيعاونوا انا كنطالبوا البديل او لا اعاده الهيكله ديال هذا السوق كيف ما كانوا وعدونا. كانوا وعدونا وقالوا بان الميزانيه راه موجوده وبان المقاول كاين وبان المشروع غادي. اذا كنتفاجئوا مورا هذه الجائحه هذه على اساس قال لك هذه الشوطيه ما غتبقاش. السؤال اللي مطروح هنا هو هاد الناس هادو فين غادي يمشيو؟ هاد الناس هاد العائلات هادي فين غادي تمشي؟ وحنا الان مقبلين على العيد الكبير يعني عيد الاضحى. فكيفاش هاد الناس من بعد ثلاث شهور انهم كانوا يعني كانوا في الجائحه وكل شيء كان يعني محافظ على النظام الحجر الصحي دابا الان كنتفاجئوا بان قال لك اسيدي غادي تحيد هذه الشوطيه من هنا بدون تعويض بدون بديل بدون حتى شي حاجه. هاد السيد انا راه نهار الخميس مشيت عند الباشا جلست معاه في راس باش نتحاور انا وياه على الموضوع طلبت كاع المسائل ديالنا قلت لي حرر معنا شي موضوع قال لك ما كاين والو. يعطينا شهرين ولا لا قسم الله ونعاودوا احصاء باش نعرفوا راسنا واش ضامنين حقوقنا. هاد الناس ما ضمنوا لنا والو كيتكلبوا لنا كي الحربايه. اللي هضرتي معاه كيقول لك اتجاه واش المسؤوليه من الفوق ولا من التحت؟ اذا كان هو الشانطي ونضيع انايا كما الاولاد وهاد الناس راه لا يعقل وحاشا لنا. عندي وليد خويا عندي وليد وبنيه مده 4 شهور ما خدام ما والو ما عندي ما ناكل فيما ندور يدوا لي السلعه تنجي نفرش هنا يجي يتعدى عندنا القايد الباشا كلشي تيدير السلطاج محاقرين علينا والله ينصر سيدنا وحنا ما عندنا ما ناكلو وكاع الجوطياش خدامين كاع الاسواق الا هاد السوق وديروا معنا شي حل وعاش الملك عاش الملك ما عنديش باش نعيش عندي 3 دراري كل واحد كيقول تعاري مين غنجيب ليهم انا ما عندي مين غنجيب لهم هادشي انا بعرف راسي بغايب الله مع هاد الناس السادس انا واحد الانسان اللي عندي 3 الوليدات مدوز 18 عام ديال الحبس دابا ما بقاش ليا شي مصدر العيش تنبيع الحشيش ما بقيتش باغي نمشي للحبس باغي نصرف على ولادي باغي نعطي لوليداتي ما ياكلوا ما عطاولي لا رميد لا اعانه الدوليه رسخي في اعاده الادماج محمد السادس من 2010
عندي السميات، عندي المستندات، عندي اي وثيقه كتحمل بانني مشى لي رزقي في عاده محمد السادس الادماج السجناء. حنا ما كنطلبوش المستحيل، ما كنطلبوش شي حاجه، والو بغينا حنا بغينا عين عيش. وحنا ناس دراوش، حنا 40 سنه وحنا كنبيعو نشريو في الزوطيه، ما يمكنش ما بين عشيه وضحاها يتركونا دون بديل، يعطيونا بديل. حنا عندنا مطلب صغير، حنا ناس سلميين بغينا نخدموا على ولادنا، ما يمكنش وما عندناش فين نمشيو. وحنا باش يخلي صور خلي سير خلي الشريك صور صحابة 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 ويا هاد الناس هادو هاد السوق هذا اللي 40 سنه فات والناس كلها كتشتغل كل واحد على عندها عائلات. هاد الناس بغينا نتحاوروا معاهم كمهنيين، حيت كمهنيين ما بغاوش يتحاوروا معنا. كنمشيو عند الباشا تيقول لك شكون انت، كنقولوا الناس مفوضيني انا نتكلم بالنيابه عليهم، تيقول لك شكون انت، تنقول انا غنتكلم بالنسبه لهاد الناس. كيجي الاخر تيجي القايد تيقول لك لا انا سيهضر مع الباشا سيلعب عادي، ما عرفنا فين من غنشدو. وهاد الناس مساكن هما كلهم عاديين، حتى واحد مسكين كل شيء مضروب. كاين هذا الشيء، كاين هذا الشيء، كاين هذا الشيء. بغينا نديرو معاهم الحيوان، بغينا نديرو معاهم الحل. هاد الناس ما بغاوش يديرو معاهم الحل، يديرو لنا على البادين. بغينا نعاود نجلسو معاهم، نجلسو مع المهنيين، ما بغاوش يجلسو معاهم، ما بغاوش يعطيو الوقت. تيقول لك ما كاين والو، وما كيسكرفسو على الناس. جابوا القوه وجابوا وقال القديري وانا الفير جوطيه كنا حنا 10 سكرات ويجروا المخازن يجروا علينا يدورنا تدير المك كيمشيو كيمشيو ما ترجعوا هنايا. كان واحد 50 عام دابا شحال دابا كيجيبوا لنا المخازن يجروا علينا في الدوله تدير المك كنرجعوا ثاني هنا شحال من خطه كيجروا علينا 50 عام اكثر من عام 50 عام وانت في الجوطيه 50 سنه اكثر من 50 سنه اول واحد شنو قالوا لكم؟ بغينا نزيدوا شكايه بريضال جاتنا 34000 ريال ظلمه. مين مشينا نشكيو قال لك بغينا ندخلوا عند المدير، قال لك لا المدير ماشي يستقبلكم، المدير ماشي يستقبلنا. مين تنبغوا نديروا خلصوا نركبوا الماكينه بريضال. هادو قبل ما تمشي لعندهم بغينا نستقبلوا المدير، قال لك لا المدير ماشي يستقبلش. حنا بغينا نعرفوا، حنا بغينا نعرفوا هاد الموضوع، هادشي اللي جا واش من عندنا ولا من عندهم. راه شفارة راه كلاونا وكلاو الشعب، كلاو الشعب بزاف. الموضوع جا غالي بزاف بزاف، هما الناس دابا في المارشي باش يخلص هاد الموضوع. كلشي كيشكي من هاد الحولي والعيد. طلع ديال الريضال هادي، طلع ديال الريضال هي خاويه، علاش ما يديناش يقادونا تما كاينه؟ يستونا ويقادونا ويحطونا ويقابلونا. الريضال دار الفراعي بطلب الموضوع، الريضال الفراعي بطلب الموضوع، وبنادم ما عنده كتجي 12000 ريال 16000 ريال الفيت، راه بزاف هادشي. بنادم مريح ما خدام ما والو، غادي تجي هاد الثمن كامل، شنو غيدير بنادم شي يسرق؟ راه بلاصه واحده بنادم خدام عنده ثلاثه الاولاد وساكن في بيت، كيخلص لك راه وكيصرف، شنو غيمشي يسرق؟ بالاخر كيقول يجي نحيدوا الزوطيه. هاد الناس هادو كاملين مستعدين يموتوا، مستعدين يديروا اي حاجه. جات واحد الطائره دابا يا خصو يعرف داخل عليها البلاد، فهاد كورولا هادي ما عرفاش بنادم، لان ولا بنادم واحد جوج ثلاثه كينتحر. حنا اليوم كنوصلوا للمسؤولين بان هاد الناس هادو راه عاد كيقلبوا، راه كيقلبوا بنادم ماشي عن انتحار. جيني احنا كنستقبلوا الكبار، جيني باش يديروا تحقيق بعقب دابا المقاطعه، يعقبوا المنصور يفتحوا تحقيق ديالهم ويعرفوا الخبايا ديال هاد الناس. هادي سياسه التدليس، جلسوا معانا نهضروا، ما بغاوش يهضروا. قلت لهم جلسوا نديروا احصاء، نديروا احصاء ميداني ونعطيكم كاع التقارير وفكوا معانا الا كان عندكم الحل. اذا هاد الناس كدي 1000 درهم في النهار، الناس هادو كتمشي مده ديال اكثر من 20 عام. هذا 1000 درهم 1500 درهم يوميا كتمشي من هاد المارشي، فين كتمشي 20 عام؟ هذا جمع ميزانيه كره صالحه اليوم هنا، باني اليوم مارشي